بتضحك وفرحانة والسعادة مالية وشها، وكمان بتحضر لحفلة جديدة لرأس السنة. ظهور صادم لشيرين عبد الوهاب بعد أزمة انفصالها الأخيرة عن الفنان حسام حبيب، يا ترى إيه الحكاية؟ شيرين عبد الوهاب فاجأت الكل في الساعات اللي فاتت بظهور مثير بعد أزمتها الأخيرة مع حسام حبيب. شيرين ظهرت وهي في حالة سعادة غير طبيعية، ده غير كمان النيو لوك اللي عملته، وإنها فقدت جزء كبير من وزنها. وفي مفاجأة مثيرة بتستعد شيرين عبد الوهاب كمان إنها تشارك في حفلة رأس السنة. ظهور شيرين كان عن طريق مصممة الأزياء زينة زكي اللي نشرت الصورة وأشارت فيها لشيرين من كواليس تحضير شيرين لحفل رأس السنة في دبي، وده اللي بيجي بعد أيام من انفصالها عن حسام حبيب. انفصال شيرين عن حسام كان مفاجأة صادمة للجمهور، خصوصاً إنه بيعتبر الانفصال الثالث بينهم والثاني المعلن للجمهور. مش بس كده، لكن كمان إنه جاي بعد تصريحات شيرين بإنهاء كل خلافاتها مع حسام حبيب بعد العودة الأخيرة، وإن الفترة الجاية مفيش خلافات تانية، وإن الاتنين ما يعرفوش يعيشوا من غير بعض. ده غير كمان إن شيرين قالت إنها كان معمول لها عمل هي وحسام حبيب، وهو السبب في انفصالهم أكتر من مرة، لكن خلاص العمل اتفك ومفيش أي أزمات بينهم، وإن الفترة الجاية هترجع بس للجمهور عن طريق الحفلات، واللي بالمناسبة كان بيشاركها فيها حسام دايماً. وكانت شيرين مع كل مزاعم تطلع عن انفصالها عن حسام حبيب كانت دايماً بتنفيها بوجود حسام معاها. علشان كده كانت المفاجأة في انفصال شيرين عن حسام. الإعلامية نهاد سمير كشفت مفاجأة عن كواليس الانفصال وقالت إن الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب اتطلقوا للمرة الثانية، وإن المرة الأولى كان الانفصال عام 2021 وحصل خلافات كبيرة بينهم. وقالت كمان إن من بعد الخلاف ده ما حصلش أي خلافات قوية تانية بين حسام وشيرين، ولكن المرة دي شيرين صرحت لمصادر قريبة منها جداً إنها انفصلت عن حسام حبيب، ولكن المرة دي بدون أي مشاكل. لكن على الجانب التاني كان في مفاجأة من الإعلامية نضال الأحمدية اللي كشفت مفاجآت عن سبب انفصال شيرين عن زوجها حسام حبيب، واللي نقلها موقع الجرس اللبناني. وبحسب التقارير اللي نشرها الموقع على لسان نضال، إن السبب الحقيقي وراء طلاق شيرين وحسام حبيب هو حدوث خلاف حاد بينهما على متن طائرة بعد عودتهما من السعودية. وقال الموقع في تصريحات نضال إن الخلاف ده ممرش مرور الكرام، لكن المفاجأة إن الموضوع وصل لحد الضرب. أيوة زي ما سمعت كده، الضرب والشتايم اللي كانت بينهم على متن الطائرة، وده يرجع لتدخل حسام حبيب في حياة شيرين عبد الوهاب الفنية، وده اللي رفضته شيرين عبد الوهاب جملة وتفصيلا، وقررت إنها تطلب الطلاق منه لكنه رفض بشدة، لحد ما تدخل عدد من المقربين بالوسط الفني لحل الأزمة ووافق حسام على الانفصال بينهم.